هل ترون أن هناك تنظيماً في أعمال الحفريات والصيانة للشوارع؟ المايك معك طارق. الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل فريق البرنامج. معكم فادي مرعي. سيدي، أي تنظيم اللي بتحكي عنه أنت؟ أي أقسم بالله، حملات تنظيم الأسرة فيها تنظيم أكثر من تنظيم الحفريات بالشوارع. يعني أكثر وصف دقيق للحفريات أنه إشي بخزي. كان عندنا فرصة ذهبية لا تعوض، اللي هي فترة الحظر بداية شهر 3، انه كل البلديات تنجز مشاريعها خلال فترة قعود الناس بالبيوت. بس يعني تنفخ بقربة مخزوقة يا طارق. الله يسعد صباحك. يسعد صباحك يا طارق، ان شاء الله امورك تمام. اي تنظيم اذا لما بكون في عمرة او ناس بعمروا او حتى شركة بتعمر، القصارة بتكون بالشارع وكمان بتضل بالشارع، عشان لما ترجع تسوق على الشارع تضل السيارة تنط شمال يمين. فلا في احترام لا من الناس ولا في مخالفات تسلخ جلدهم صح للي بيخالفوا توسيخ الشوارع بكل أنواعها. أستاذ طارق صباح الخير، كيف حالك؟ يعطيك العافية طارق. أستاذ طارق، يعني هذا مشروع وطني وأكيد يعني كل إشي له ضريبة، يعني بعدين هذا مشروع مش هسه راح يبين، بس يكتمل المشروع الباص السريع راح الكل يعني ينسى موضوع الأزمات اللي كان يصير بالبلد عندنا. بس يعني إذا إحنا ما وقفناش مع بلدنا، مين ده وقف مع بلدنا؟ يسعد صباحك. الخير طارق. بالنسبة للحفريات هي صايرة مثل لعبة السلم الحية، ما بتصدق حالك توصل لفوق على السلم وتخلص وأنت راقي حالك نازل. هلا أمنياتي في الحياة إني ما أموت إلا لما أشوف الباص السريع خالص، يعني على الآخر صارت من أمنياتنا يعني بصراحة. يعطيك العافية. صباح الخير أستاذ طارق. أستاذ طارق، بالنسبة للإنجاز بالباص السريع بطيء بطيء جدا. يعني حاليا الجسر تبع المدينة الرياضية خلص، يعني بتزهنوا فيه كثير، بتأخروا بطيئين بطيئين. يعني خلصتوا من الجسر افتحوه يعني امام السيارات وهيك. يعني اللي بنى عمان زمانات ظلمنا، ما كان عنده بعد نظر يشوف انه ممكن هاي العاصمة تصير فيها 3 مليون مواطن. هل تعلم بالزمانات انهم اعترضوا على شارع زهران ليش؟ انه مسربين، كان بدهم اياه مسرب. لا حول ولا قوة الا بالله، فعلا مدينة من غير ارصفة. واللي فكر يعني ما كان عنده بعد نظر. اتمنى ترجع الإذاعة سيد طارق، اشتقنا لك. صباح الخير. والله المشاريع اللي عاملينها هاي الأمانة انها كلها بتخزي. يعني موضوع انك تسكر شارع وبالآخر بعد ما تعمل له حفريات ترد تزفته وترجع زي ما كان، طب ما من الأول موجود، هذا أول إشي. ثاني إشي، لما بدك تمشي مشروع الباص السريع جوات هالمسرب الجديد اللي حطيته، الأزمة اللي عملتها وين بدك تروح فيها؟ فلنفترض لو نقلوا كل النقل العام جوات الخط تبع الباص السريع ممكن يحلوا أزمة، أما إنه عشان باص أصلا مش موجود بالخط الأزمة موجودة فيه وبلا، راح يزيدوا الأزمة بزيادة. يعني أنا مش عارف يعني شو الهدف من المشروع كله. يعني شو يعملوا؟ بتفتحوا مشاريع، أكيد في ناس راح تتضرر، في ناس راح تستفيد. يعني في محلات يمكن ما كانت حدا يعني سياراتهم ربما قدام محلها، بعد فترة تسكرت الشوارع استفادت. يعني ظل واحد لمتى يستفيد؟ يوم كده يوم كده. والحكومة شو بدها تعمل؟ يعني مش بدها تنفذ يعني. بس يعني المايك معك.